بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الطلبة أهلا بيكم. كورس ماشين دروينج 1 درس سيرفيس رفنس. أول حاجة لازم تكون عارف إن هو مستحيل إنك أنت تنتج سطح بالمنظر دوت، هو أبسوليوت سيرفيس، يعني سطح دقيق جدا، مفيش فيه أي خدوش أو أي علامات أو أي حاجات الريجولر، حاجات غير منتظمة على السطح دوت. حتى لو السطح هو بالفعل باين قدامك كده، لا هو الحقيقة مش كده، لانك انت عندك بعد عمليه الماشيننج او عمليه البرودكشن عموما بينتج عندك السطح، وان كان هو ظاهر لك هو فعلا سطح سموث، سطح ناعم، الا ان هو لا، هتلاقي بعض الريجولاريتيز، بعض الاجزاء او البيكس والفاليز اللي موجوده على السطح ديت، واللي هتظهر لك لما نحط السطح دوت تحت الميكروسكوب، نعمل ماجنيفيكيشن للسطح دوت، هيبان عندك الريجولاريتيز ديت والبيكس والفاليز اللي موجوده على السطح دوت. الريجولاريتيز دوت انديكيشن او تعبير عن خشونه السطح بتاعك. طبعا ده كده بالنسبه لنا لا، ما بيحصلش. هتلاقي عندك سطح، بص اهوت، هو ده الاكشوال سيرفيس اللي ظاهر عندك، عباره عن بيكس وفاليز بالمنظر ده. طبعا الحاجات دي تبقى صغيره جدا 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 لانك انت تحس بيها. وطبعا بيزد على عمليه الماشينينج او عمليه البرودكشن، هو البيكس والفاليز دي تختلف معاك، انت ممكن تحس بيها او ما تحسش بيها، ممكن تبقى سطح خشن جدا فتحس لا ان السطح خشن، السطح ممكن يبقى ناعم انت شايفه ناعم حاطط ايديك عليه، لا هو سموث خالص، لان هو البيكس والفاليز ديت موجوده لما يكون في عندك ماجنيفيكيشن او تكبير للسطح بتاعك. طيب ايه هي العوامل اللي بتأثر على خشونة السطح بتاعي؟ خشونة السطح بتاعي بتأثر ب مانوفاكشرنج ميثود، ايا كان بقى طريقة المانوفاكشرنج، يعني مش لازم يكون ماشيننج بس، لا المانوفاكشرنج عموما، لو بتكلم معاك في فورمنج اللي هو زي الكاستنج والاكستروجن والرولينج، او بتكلم معاك في الماشيننج زي التيرنينج والشيبينج والميلينج اند سو اون. تاني حاجة نوع الماتيريال، الخامة اللي انت بتشغلها نفسها، هل شغال كاست اير او زي كربون ستيل، ستيل ستيل، كل ماتيريال بيبقى ليها ليميت للسيرفيس رفنس بتاعتها. الكاتنج كونديشنز، هل انت شغال كاتنج سبيد قد ايه، الفيد ديف اوف كات، طبعا الكيس دي في حاله الماشين. التول جيومتري، التول فيكسيشن، انت مثبت التول ازاي، في عندك التول وير، هل في عندك تاكل في السطح القاطع او الحد القاطع ولا لا. اخر حاجه عملنا الفايبريشن السيستم بتاع الماشين تول ورك بيس، عشان خاطر نعرف او نتكلم او نحط او يكون في بيزك بنتكلم العالم كله بيتكلم عليها، فوضع ستاندرد للسيرفيس رفنس. السيرفيس رفنس على فكره ليها كذا قيمه او ليها كذا ستاندرد ماشيين عليه، هذكر لك بعضها في السلايد دوت. اول حاجه اسمها سنتر لاين افريج او الار اي او الاريثماتيك مين سيرفيس رفنس، وديت عباره عن ايه؟ لو انا عامل السطح بالمنظر بيكس وفاليز بالمنظر دوت، فبيبدا يقسم البيكس وفاليز دي تقريبا للنص بسنتر لاين افريج، يعني بياخد لاين وهمي يمر بحيث ان هو يقسم السطح دوت الى او الشكل ده الى نصفين، ويبدا ياخد اليمنت من اي جزء من البيكس او الفاليز اسمه دي اكس او عرض دي اكس وارتفاع واي، ويبدا ياخد انتجريشن على الطول بتاعك. انا عندي الطول دوت وليكن الجزء اللي انا هقيس عليه السيرفيس رفنس طوله ال، اقول والله هاخد انتجريشن للواي اللي هو الارتفاع بتاعك في الدي اكس من 0 ل ال، واقسم على ال في الاخر. طيب خد بالك الواي دي لو فوق البوزيتيف، لو تحت هيبقى النيجاتيف، فهحطها جوه سكيل عشان خاطر دايما الفاليو اللي هنا طالعه لي بالبوزيتيف. دي اسمها الار اي، ودي اكثر قيم شيوعا واستخداما في الصناعه او في الشغل بره. النوع الثاني اللي هو اللي اسمها الروت مين سكوير فاليو او الكيو، وده نفس الكلام، بس الفكره هنا ان هو بدل ما ياخد بقى جوه سكيل عشان الفاليو طالعه بالنيجاتيف او بالبوزيتيف، قام جاي الفاليو خدها ربحها وضربها في الدي اكس وخد انتجريشن من 0 ال، والفاليو اللي طلعته في الاخر قام جاي واخد لها السكوير روت بتاعها، ودي اسمها ار كيو. تيجي بعد كده الستاندرد اللي بعد كده اسمه 10 بوينت هايت بارامتر او 10 بوينت فاليو اللي اسمها ار زي، وديت بيعمل ايه؟ والله بياخد 10 نقط، 5 بيكس و5 فاليز، تمام؟ وبعد كده يبدا يقول لك ايه؟ انا عندي واي 1 واي 2 واي 3 واي 4 لحد واي 10، منهم البيكس بياخدهم مع بعضهم يجمعهم،
Y1 وبعد كده Y3 Y5 and so on، وبعد كده هياخد ايه الفاليز تمام، يجمعهم على اللي هو Y2 Y4 Y6 and so on تمام، ياخد المجموع بتاع البيكس ناقص مجموع الفاليز ويقسم على الخمسه، بياخد الافريج يعني. تيجي بعد كده القيمه اللي بعد كده او الستاندر اللي بعد كده اللي هو الماكسيمم بيك تو فالي اسمها ار تي، وده والله بيبص على الشكل بتاعك ويشوف اكبر او اقصى قيمه وصل لها للسطح بتاعك اللي هي الار ماكسيمم، ويشوف اقل قيمه وصل لها السطح بتاعك ار مينيمم، ويبدا يطرح ده من دوت ويقول لك والله انا عندي الار تي بكذا. بس زي ما احنا قلنا ان اكثر حاجه ستاندرد او كومن وشيوعا واستخداما في الصناعه او في الشغل هي الار اي. تعالى بقى كده نتكلم على طرق قياس السيرفيس رافنس. السيرفيس رافنس ممكن اقدر اقيسه بتو مين تايبس او تو مين ميثودز اسمها كواليتيتيف ميثودز وكوانتيتيف ميثودز. كواليتيتيف ميثودز هو الحقيقه هنا هو مش بيطلع لك قيمه مباشره على السطح، لا ده هو بياخد السطح بتاعك دوت ويعمل له كومباريزون او بيكمبير السطح دوت بحاجه ستاندرد بالمنظر ده كده، ده زي شنطه كده او لوحه كده بيجي معاها سامبلز ستاندرايزد معروف قيمتها الار اي بتاعها كام، ويبدا يقول لك طبعا زي ما احنا شايفين كده عندك هنا دبل ار اي ودبل ار زي اللي هو الروت مين سكوير تمام، ويقول لك والله انا عندي هنا عندك سامبل قيمتها 1.6 سامبل 0.8 0.4 او 12 ونص او 6.3 and so on. يبدا الراجل بتاع الكواليتي كنترول بتاع الراجل بتاع الجوده عنده سطح متشغل نتج من التيرنينج، يبدا يشوف السطح دوت اقرب قيمه ليه هنا في دول كام، يقول لك والله ده اقرب حاجه ليه 1.6، يقول لك والله خلاص بيلمس كده بيشوف بعينيه ويلمس بايديه يقول لك والله ده اقرب لدوت 1.6، يبدا يقارن بعينيه وبايديه بالملمس السطح دوت. الطريقه الثانيه اسمها كوانتيتيف ميثودز، وديت لا هو بيستخدم انسترومنتس عشان يقيس الفاليو دايركت من السطح بتاعك اللي نتج عندك وايه ويقول لك والله القيمه اللي عندك قيمتها كذا كار اي او ار زد او اند سو اون. وده اكزامبلز ليها بروفايلوميتر او لايت سيكشننج تيستر، ودوت بروفايلوميتر ده حاجه زي بالمنظر دوت في ستايلس زي كده بيمر على السطح بتاعك على البيكس والفاليز، ده بيبقى من قدام مدبب خالص كده رفيع خالص بحيث ان هو يقدر يقرا او يمر على جميع الاسطح اللي عندك، بيبدا السطح المدبب دوت يمر على البيكس والفاليز تخش بقى على الامبليفاير بحيث ان هو يكبر البيكس والفاليز اللي هي قيمتها صغيره جدا ديت، وبعد كده يعمل فلترنج للداتا اللي خرجت دخلت عنده يعملها بروسيسنج وبعد كده يبدا ريكوردنج ليها، وفي الاخر تطلع معاك قيمه على الشاشه بتاعتك زي ما هنشوف بعد شويه. بص اهوت شايف السطح دوت المدبب دوت بيبدا يمر كده على البيكس والفاليز اهوت، شايف هناك عامل ازاي، يبدا بيخش على سطح ويقرا الكلام ده كله. طب تعالوا بقى نشوف الجهاز نفسه ماشي ازاي. بص اهوت الستايلس اهو مدبب اهو بيمر على البيكس والفاليز الصغيره خالص يمر عليهم، وشايف هنا بيمر على الامبليفاير، الامبليفاير بيكبر الفاليوز تمام ويبدا يسجلها لك هنا، هتشوف هنا الكيرف طالعه معاك ازاي. بص اهو وانس ان هو بيطلع على البيكس والفاليز اللي عندك هنا، شايف هنا عندك الكيرف عمال يترسم بيزد على الحركه بتاعته اللي هنا طالع او نازل، يبدا يرسم لك شايف الريكوردد فاليوز عامله ازاي. تعالى بقى نشوف اكشوالي هو الجهاز ده ممكن يقيس ازاي. بص كده هنشوف سامبل بالمنظر دوت عاوز الراجل يقيسها على البروفايل ميتر دوت، شايف حطها على الجهاز الستايلس اهوت، بص بقى هيبدا اهوت البروب او الستايلس هيمر ازاي. بص شايف بيمشي ازاي على السطح، بيمشي اهو بيرجع لورا عمال يتحرك. خلص اهوت قال لك في الاخر ان عباره عن 15 من 1000 مايكرو متر، طبعا بالنسبه لك ده ايه الار اي، شايف هنا بالنسبه لك قال لك هنا ايه الار زي بكام 0.221 مايكرو متر. طبعا هنا بيقدر يتحكم او يقدر يطلع لك القيمه سواء هو عاوزها بالار زي او بالار اي تمام. وطبعا هنا الكيرف بتاعك رسمه لك اهوت عباره عن البيكس والفاليز اللي انت السطح بتاعك حتى لو ان كان هو زي ما قلنا سطح ناعم
لان هو عباره عن بينكس وبارد المنظر. شايف هنا بقى البروب هو اتعمل ازاي؟ ده البروب او الستايلس دوت اللي هو يبدا يطلع وينزل بيزد على البيكس والبرز اللي عندك. شوف رفيع خالص ازاي، صغير جدا. تعال بقى نشوف ازاي نحط السيمبل او نعمل انديكيشن السيرفيس رافنس على الاسطح بتاعتنا في الرسم. لو انا عندي بلوك بالمنظر ده كده، عاوز احط السيرفيس رافنس على الاسطح على كل سطح منها. لو انا عاوز السطح اللي فوق دوت، بص اللي هو الاحمر ده، احط السيرفيس رافنس ازاي؟ قال لك اول حاجه والله بحط السيمبل بتاعها بالمنظر ده كده على السطح بتاعي. السيمبل دوت بيبقى عباره عن العلامه دي، عباره عن 60 درجه 60 60، كل انجل من دول 60 درجه، تمام؟ ودي 3.2 اللي هو ايه الفاليو بتاعتك، تمام؟ الارتفاع بتاع الضلع دوت، الارتفاع مش الجزء الميل، الارتفاع دوت بيتكلم معاك مثلا في 7 مللي تقريبا، والجزء دوت بنتكلم في 3.5 مللي تقريبا. طيب لو انا عاوز بقى السطح دوت هعمل ايه؟ هعمل روتيشن للعلامه دي كاونتر كلوك وايز، هتبقى بالمنظر دوت والرقم اهو بالمنظر ده. طيب عاوز السطح اللي تحت دوت الازرق ده هعمل ايه؟ هعمل روتيشن للعلامه. طب واقلب الرقم، لا الرقم عدل بالمنظر ده. طب عاوز السطح اللي هناك دوت بيربل دوت هيبقى بالمنظر دوت 3.2. خد بالك ما اقلبش الرقم، يعني الرقم ده لما اقلبه مش هقلبه بالمنظر ده، مش هخلي الرقم مقلوب. اي نعم انا قلبت العلامه بس الرقم مش هيتقلب. ليه؟ انا عارف ان انا بقرا بوتوم ورايت، بقرا اللوحه بتاعتي من تحت ومن اليمين، يعني هقف كده اقرا الرقم ده 3.2 3.2 من تحت 3.2 3.2. خد بالك الرقم دوت كل ما بيزيد كل ما السطح بتاعك ماله يكون اخشن، لان ده سيرفيس رفنس، خشونه السطح. كل ما الرقم ده كبر قيمته عليت، كل ما كان القيم بتاعتي او السطح بتاعي اخشن، كل ما قل كل ما كان السطح بتاعي انعم، كل ما طبعا ده هيكلفني كوست وهيكلفني سعر اعلى للمنتج بتاعك. وطبعا ده بيزد على الابلكيشن بتاع البارت بتاعك. البارت بتاعك انا مش بحتاج له سيرفيس رافنس عاليه، مش محتاج له ان هو نوع، مش محتاج له ان هو عاليه، فمش محتاج ان انا امرره على كذا ماشينينج بروسيس، تمام؟ ليه بقى؟ لان انت عندك كل نوع ماشينينج بروسيس ليها ليميت للرفرنس بتاعتها، زي ما تشوف دلوقتي كده. ده جدول بيوضح لك هتلاقي عندك هنا السومنج اللي هو المنشار والبلاننج والشيبنج والدريلنج، هتلاقي عندك كل حاجه من دولت. يديك ايه الار اي بالمايكروميتر، تمام؟ اهو الازرق دوت اللي هو الكومن، يعني معظم او الاكثر شيوعا في الحالات مثلا الدريلنج مثلا بيديك من 6.3 تمام لحد 1.6، يبقى انا عارف ان ده اكثر شيوعا. اما لما يكون عندك الجري دوت اللي هو الليس فريكوانت، يعني قليل قوي لما توصل للقيمه دي او توصل للقيمه دي، تمام؟ عندك بورينج تيرنينج، طبعا ده المايكرو انش، ده الفول ده اللي فوق ده ار اي مايكروميتر، احنا عايزين القيمه اللي فوق دوت. احنا عندنا 50 25 12 ونص 6.3 من 10 3.2 من 10 لحد 12 من 1000. هنخش على بريسيفز اللي هو الجرايندنج والهونينج والبولشنج والسوبر فينشنج واللابنج اند سو اون، تمام؟ طبعا الحاجات دي كلها اللي هي بتديك لحد 25 من 1000 او 12 من 1000 دوت، الحاجات دي بتبقى خاصه باجهزه القياس. بعد كده عندنا فورمنج بروسيسز، كاستنج، ساند كاستنج اند سو اون، كل حاجه من دول بيوضح لك عليها قيم السيرفيس رفرنس اللي ممكن تنتج لك. كده بقى خلصنا الجزء بتاع السيرفيس رفرنس.